السلام عليكم. وخاوتنا جاتنا هذه الاطوس فيها الراطي، دونك نوريكم الراطي كيف ديروا له دياغنوستيك. عندك راطي دوليوماس مثال دي اطوس هكا، واش معناتها الراطي؟ معناتها كاين سيلاند واحد ولا زوج ما يشدوني كاع. الراطي قادر يكون يا بان الكتريك يا بان ميكانيك. ساعة كيف تبدا التشخيص تاعك بشوية، كما نقولوا بحاجة سهلة وتروح للوعرة. نبدأ بالإلكتريك هو السهل، حاجة الأولى واش دير؟ مثال دي اطوس تروح البوبينة، تبدا تنحي الفيسو تاع اللي بوجي. إذا شري الموتور تبدل الريجيم معناتها يدور هكايا حتى ارقد، معناتها هذاك السيلاند أو مليح هكا. واللي تسيبو ما تبدلش معناتها هذاك هو السيلاند اللي فيه المشكل. نبداو بسم الله، هنبداو بالأول. ها بدل كاع الموتور هذا مليح، حتى البوبينا يتخرج. طيب بوبينا دوك نوريكم كيفاش تستوى. توفى بوبينا يتخرج حتى الموتور تبدلو كاع الريجيم تاعو. هذا يسمى هذا بوتي الكتريك وميكانيك تاعو راه مليح. روحوا للزاوج كيف راه مليح. هاكا التيست نزيدو التروا، هاو تبدل كاع يرقد. تسمى السيلندر هذا التروا راه مليح. هاك شو تستيناهم بثلاثة صبناهم مليح. صح روحوا للرابع هكاش كاع الموتور قايدور نفسه هكا حتى شونج متعري. تسمى الكات هو اللي فيه مشكل، كي تنحي الكات تسيب الموتور بدا يدور كيما راهو يدور هكا متبدلش. تسمى الرابع هو اللي فيه مشكل، الاخرى كي نحيناهم كاع تبدل، يتبدل الريجيم تاعو. تسمى هادو راهم ملاح هكا. دوك نوريكم هذه هي. دوك واش نديرو؟ دوك هنايا في الرابع عندنا يا فيسو يا بوبينا يا بوجي يا بان ميكانيك الداخل. دوكا كيف نديرو باش نعرفو اسكو بوبينا مليحة ماشي مليحة، بوجي مليح ماشي مليح؟ دوك نوريكم كيفاش ديرو. او خاوتي شوف هذا دوكا حتى السيو الرابع بوبينا تشوف ما شاء الله. ها هنا يسمى نحينا بلي الشيك تاع البوبينا تشوف من بعد وراي ما شاء الله. دوكا بدات مليحة مليحة. كون بوبينا عيانة ولا فيسو عيان ميخليش هكا الكور. تسمى هنايا ويدرنا عرفنا بلي البوبينا راهي مليحة والفيسو مليح. تسمى من الميموار وداك كاع عندنا. تسمى احتمال مازال يا بوجي يا باميكان هذي هي. وهذا ثاني تيست واحد اخر تاع بوبينا بصح شنو المونطيا ماشي منحية هاكا. هنا مع البوجي، هذا مع البوجي ديرك هاي من ناحية هاك تشوف راه ليماج راه مليح. واجي بالكم كان راه ليماج هاذي تسيب صاحب شنو مونطي بلا ما تنحي. هاكا تقدر تاع الكريسيتي تاعك يا ودي راهي ما شاء الله تاع الطوموبيل هاكا. باش يعني الانسان باش ميروحش يبدل بوبينا باش يبدلها باش يقول له يا عيانة. باش كي تكون بوبينا بصح تكون عيانة ناقصة تخرج شي سطح ناقصة غادي يكون فيسو. هنا تأكد الضوء هذاك ماشي باين مليح. واخا نكملو دياغنوستيك تاعنا، يعني تستينا البوبينة تستينا الفيسو هاكا تاع العطوس ونكملو لي بوجي. شوفو لي بوجي إذا ملاح ماشي ملاح باش هاكا يعني كونفيرمي 100% بلي التريسيتي تاعنا تاع العطوس بارتي إلكتريك تاعها مليح. عاد لاباري هذي نتستيو بها بسم الله. ما شاء الله هذا زوج حبات ملاح صح. ملاح الحمد لله. تسمى هنايا لي بوجي نخرجو الكورون ملاح. هنايا تسمى انا كونفيرمينا بلي اطوس هذيك بارتي ميكانيك 100% هاك خاوتي. خاوتي كاين لي تيستي لي بوجي، هذه ملاحظة بك، كاين لي تيستي لي بوجي نحيه ويبدا يدير هكايا ويشوف لي تنسال ومن بعد سابوط عيف يقول لك يا ودي عندك بوجي ايام. لا لا اخي هنايا تقدر تكون بوجي مليحة بوج تاعك مليحة، قد يكون فيسو عيان، قد يكون بوبينة عيانة، كاين بزاف احتمالات علاش البوجي ميخرج الكورون مليح. كي دير هكا تبدا تنسال عيان. سما واش دير؟ قلنا احسن تيست
البوجي تاعك باش تعرف خاطرش لي بوجي مغاليين تالي تاعها تالي و 250 احسن تيست بلا فاراي هذه خويا حط البوجي تيست البوجي وحدها مليحه مليحه ماشي مليحه تتبدل اما داك التيست تاع الفيسو وتحطو هكايا هذاك ماهوش تيست هذاك قادر يغلطك بون هنا نشوفو شحال لابريسيون تاع السيلاندر على الشومبر شحال تكون هنا لازم نروحو نشوفو كاين اودو طاطا كاين هايمس برو كاين بزاف كيما هنا نشوفو شحال هاي فين مينيموم يقول لك 12 بار وفي النورمال 15 بار يسمى لازم تكون عندك من 12 للفوق الا كان من 12 لتحت يسمى عندك لا بريسيون عيانه يسمى عندك مشكل بو خاوتنا ها باش تشوفو الموتور من الداخل اسكو مليح ولا ماشي مليح يعني جيت سيغمون تاعو مليح لي سو بابي مليح ماشي مليح لازم هذا تيست كومبليسيون لازم يكون عندك واحد هكذا تاع ليسونس ماشي تاع الديزل تاع الديزل وحده بون نبداو الحاجة الأولى اللي ديروها نحي فيشة تاع لي تاع الكونف تاع ليسونس هاكا يا تنحيو التيوات اللي تحبو تنحيو لي زانجيكتور تنحيو من الفيشة تاعهم ولا تنحيو من البومبا المهم باش ليسونس ما يلحقش الحاجة الأخرى دير دير تيست كومبليسيون هنايا وتشوف حولتهم تشوفو كيما وريتكم الهاينس برو صبنا 12 بار في المينيموم في المينيموم 12 بار نديرو هاكا بسم الله عسنا ها يضرب سي بون سي بون ها السيلندر الاول ها بدوز مليح صح ها السيلندر الزاوج ها يضرب خلاص او هاي الزاوج مليح الزاوج ثالث اضرب سي بون فور ها مليح هو الرابع عنده في الرابع كيما شفنا مع الاول اضرب شوف الو خلاص ها الرابع هنا عرفنا بلي عندنا ديفو ميكانيك هنا دوكا ميكانيسيان ميكانيك سي بون كونفيرمينا ماني الكتريك ني بوبين ني والو هادي هي هاي الرابع ما فيهش كاع فارغ لا بريسيون ما كاش هادي هي بون خاوتنا هاي تكميله الفيديو تاع العطوس فتحناها هاي سي بابا مطقوبة من تبردي لا بريسيون هذه هي اسمها بان 100% ميكانيك هي الناس اللي عندهم خبرة يعرفوها دير بصح هاكا الانسان يكون يشخص تشخيص دقيق كيما بدينا الفيديو حتى تحت لافين تاعو الحمد لله جاتو حاجة خفيفة